لو بص لورا سوداني ميلان الفوتورو سوداني ميلان الباسادو بيعتبر نفسه كان لعيب كره فذ وموهوب. Usted era ex jugador importante, fenómeno o no? Sí, mira, así mismo. No, fenómeno, no. لا لا ما كنتش لا ما كنتش. Yo era un jugador, digamos, regular. كنت لعيب عادي. Este, lo bueno que tenía, si me miro hoy. لو كنت ببص لنفسي من النهارده ببص على الماضي. Un jugador disciplinado. كنت لعيب ملتزم جدا منظم. Yo, por en general, no era conflictivo, no era problemático. ما كنتش بعمل مشاكل مع حد خالص مع زمايلي او مع الفريق المنافسة. Yo hacía lo que me pedía el entrenador. كنت بنفذ بالظبط كلام المدرب. Por eso jugaba. عشان كده كنت بلعب على طول. No tenía demasiado talento, pero bueno. ما كانش عندي موهبه عاليه قوي لكن على طول كنت بلعب. لعبت سنين طويله قوي كره قدم 17 سنه بالظبط كره قدم. هل بيرى نفسه كمدرب من مزاياه اسوس بيكم انتنادور كيسوس انه ملتزم بنتخس كيسوس مو ديسيبلينار وبيشتغل زي الكتاب كي ترابخا كوم الليبرو اوردينا اكزاكتامنتي بس سولامنتي Yo creo que la disciplina es para mí es fundamental en la vida. طبعا الالتزام مهم جدا في الحياه مش بس في كره القدم. Yo creo que las personas que son disciplinadas. اعتقد الشخص الملتزم او المنظم. No digo demasiada ventaja, pero algo. ما بقولش ان هو تبقى ميزه الكبيره قوي فيه، لا بس حاجه دايما بتبقى. Es como un equipo. تعتبر ميزه مهمه لو انا عندي مثلا فريق ملتزم او منظم. Disciplinado quiere decir que hay responsabilidades. في مسؤوليات كل واحد عارفها. Yo prefiero una cosa disciplinada, no una cosa nada. احب جدا الفريق الملتزم المنظم عن فريق فوضوي بيعمل كل واحد فيهم بيعمل اللي هو عايزه. طبعا بحب الفريق الملتزم اكتر. وكمدرب انا زي بالظبط ما كنت لاعب، بحب الالتزام والتنظيم.